اهلا وسهلا فيكم متابعينا في حلقه جديده من برنامجكم استوديو الجماهير اللي يطلع عليكم كل يوم اثنين الساعه 11 مساء على قناه كويت سبورت. هذا البرنامج اللي نناقش ونحلل فيه اهم احداث ومباريات كره القدم الاوروبيه والعالميه. اليوم عندنا كثير من المواضيع اللي صارت في الاسبوع الماضي ودنا نتكلم عنها، وايضا في مواضيع اهم قادمه خلال الايام القادمه، ابتداء من الليغا الاسبانيه ومن ثم الدوري الايطالي ومن ثم الدوري الانجليزي، انتقالا الى مباريات ابطال اوروبا القادمه في الثلاثه والاربعاء القادمين ومن ثم الدوري الالماني. بدايه نرحب في ضيوف او ضيف البرنامج يوسف العلي، حياك الله معنا في استديو الجماهير. محمد، ان شاء الله اليوم نقدم حلقه مميزه تليق باحداث الاسبوع الكبيره بدوري ابطال اوروبا والاحداث اللي كانت قبل يومين بالدوريات المحليه. طبعا، واهم شيء المباراه المرتقبه يوم الاربعاء. طبعا ايضا نرحب في رواد البرنامج ناصر حسيني محلل قناه كويت سبورت، حياك الله. الله يحييك بجاسم ومسي عليك وعلى المشاهدين الكرام، وان شاء الله نقدم حلقه مميزه مع ضيفنا الحبيب يوسف العلي. خليفه فضلي ايضا محلل قناه كويت سبورت، حياك الله معنا في استديو. الله يحييك، مساكم الله بالخير جميع، ويوسف حياك الله من اخوانك وسعداء تجدد اللقاء مع المشاهدين. بداية راح نتكلم عن الليغا الأسبانية ابتداء من مباراة إيبار ضد ريال مدريد. هذه المباراة اللي فاز فيها ناصر بصعوبة طبعا فريق ريال مدريد بقيادة زيدان. ريال مدريد حقق فوز صعب مثل ما شفنا على إيبار. الحديث كله عن كريم بنزيمة، دائما كان يراهن عليه زيدان، هالمرة راح يراهن عليه ولا ما راح يراهن عليه؟ طبعا راح يراهن عليه، وعودة زيدان هي معناته ان بنزيما اول لاعب هو راح يثبت في تشكيله زيدان، هو يبني على افكاره، فاهم في طريقه زيدان. ممكن هذا الشيء ما يعجب جماهير مدريد، ممكن يبون يشوفونه رقم 9 انت معوض كريستيانو، وهذا شوف الظلم يعني لبنزيما، لكن زيدان عارف شنو مميزات بنزيما. ناصر صار نقول الكلام هذا، اسف المقاطعه، سبع سنوات من نتكلم عن هذا الكلام ان بنزيما، وبنزيما اثبت ان هذا الكلام صحيح. اهم، انا عندي سؤال ليوسف، هل بنزيما هو بنزيما؟ شوف محمد، كل بشكل عام ريال يحتاج مهاجم اخر بجانب بنزيما، يعني الافضل يكون مثلا ثنائيه مثلا بنزيما ليفاندوفسكي افضل من ثنائيه بنزيما ماريانو كلاعب دكه. نعم. حاليا ريال مدريد يحتاج مهاجم ثاني ياخذ دور كريستيانو الموسم الماضي مع ريال مدريد، يكون بنزيما اللاعب اللي يلعب خلف المهاجم يفتح المساحات. نعم. يساهم في صناعه الاهداف. نعم. انا اشوف يعني بنزيما الموسم الجاي فرصه كبيره جدا انه يتالق، وانا واثق انه راح يتالق الموسم الجاي مع زيدان. والله الظروف مختلفه محمد، المدريديه الظروف الحين مختلفه. نعم. كنا نتكلم عن بنزيما مع كريستيانو رونالدو، موضوع فتح المساحات والى اخره، هو كدور ثانوي وانه يبخس حقه هجوميا عشان يبدل صغيره، هذا الامور يعني من اللاعب اللي يقوم دور رونالدو مستقبلا؟ اكيد الصيف واعدين صعب، الصيف يعني المهاجم الاقرب هازارد، وهازارد يختلف عن كريستيانو، فتحس صعب انك تتخمن شيء. لا اتكلم اذا ريال يتعاقد مع راس حربه يكون لاعب صندوق، مثلا انا ذكرت ليفاندوفسكي نفسه. ما يصير، شنو كيفك؟ مثلا مثلا يصير بدال زيدان، زيدان قادر انه يقنع بنزيما انه يرجع يقدم دور ثاني نفس ما كان يقدم مع كريستيانو طوال الموسم. اتوقع يستمر نفس الافكار، أن يكون مهاجم هداف الجناح. أنا من وجهة نظري يعني الخاصة أشوف أن بنزيما لا خلاص يعني مو عصره وعصر غيره، أتوقع أنه لاعب 10 سنوات وأكثر مع ريال مدريد، أتوقع حان الوقت حتى المدريدية يتمنون هذا الشيء. بس علاقة محمد، حان الوقت أنه في مهاجم. كلامك على متمة، بس محمد علاقة المدرب مع اللاعب دائما تكون أكبر من أي شيء آخر، يعني أكبر من المستوى الفني؟ جدا. أنا أثق فيك، تلاقيني دائما العب مثل على سبيل المثال اربيلو ومورينيو، يعني اربيلو كان مستوى جدا عادي، لكن مورينيو كان بس مركز الظهير يا خليفه. لا احنا نتكلم بالمبدا محمد بجاسم، نتكلم بالمبدا الكامل اهم المراكز. عموما ايضا عندنا مشكله فاران مع طبعا ريال مدريد، وفي احاديث كثيره حول انتقاله. خليفه، شوف محمد، مساله فاران تحتمل شقين. الشق الاول ان فاران لاعب اساسا جاء عمره 18 سنه، فمن 18 سنه الحين تقريبا عمره 27 سنه حقق امور كثيره مع ريال مدريد، فمساله الاكتفاء والتشبع جدا منطقيه، هذا النقطه الاولى. النقطه الثانيه والاهم من هذا كله ان فاران السنه هذه حيل انتقد بالصحافه بسبب ان تصريح الشهير اللي انتقد فيه نفسه وانتقد فيه اداء الشخصي ولاعبين، ويعني واشار بطريقه غير مباشره ان اغاره لوبيتيجي كانت بسبب منهم، هو حتى يعني اعترف ان اسهل رساله اللي بتيجي اعتذر منه على اللي حصل اللي صار. فالصحافه من يومها كان فاران كانت له مكانه، وبعد الخبر بعد اللي صار هذا صارت له مكانه ثانيه. خروج ريال مدريد اتوقع افضل له، وافضل حتى الريال ممكن يشوف نفسه مع دي ليخت، مع اي مدافع ثاني حاليا بارز بالسوق، ونفس الشيء فاران ممكن يعيد اكتشاف نفسه مع فريق ثاني. عاد اشوف يعني عاده في طبعا كره القدم الاوروبيه
الانديه نادرا ما تشتري مدافع كبير بالسن، لو تلاحظون اغلب الانديه تعتمد على مدافع ناشئ صغير بالعمر ومن ثم تطوره وتعوده على الاجواء العامه، لدرجه انه حتى مدافعين مثلا عند مان يونايتد مثلا جونز مدافع ضعيف مستوى ما قاعد يقدم ثلاث اربع سنوات ما قاعد يقدم مستوى لان لا زالوا متمسكين فيه، فالمدافع صعب يعيد اكتشاف نفسه. محمد النذره المدافعين في الوقت الراهن تجبرك على الشيء هذا، تجبرك انك انت تجيب مدافع وتراهن على سنه وسنتين ثلاثه، على سبيل المثال نيكولاس زولا، يعني نيكولاس زولا جاء الحين قاعد من السنه طافت يلعب على حساب بوتينغ وهامز هو المفضل في بايرن ميونخ. دائما المدافعين المميزين حاليا قله جدا، فمساله انك انت تاسس لاعب بالوقت الراهن والظروف الحاليه جدا مهم. ايضا برشلونه فاز على اتلتيكو مدريد في مباراه صراحه استمتعنا بمجرياتها، يقول لك 15 مباراه لسيميوني ضد برشلونه بالليغا ما فاز ولا فوز. شوف محمد، برشلونه ضد خلال ثلاث مواسم الاخيره ضد كبار الدوري الاسباني، نعم. ريال مدريد، اتلتيكو مدريد، اشبيليه، فالنسيا، 24 مباراه مجموع مبارياته ما خسر ولا مباراه، 14 فوز و10 تعادلات. الشيء هذا يعطيك فكره ان برشلونه يعتبر المباراه القمه ضد الانديه الكبيره منهم اتلتيكو مدريد هي مهر تحقيق الليغا، دائما يعطي اهميه كبيره للمباراه هذه. بعد موسم 2014 خساره برشلونه ضد خساره الليغا ضد اتلتيكو مدريد وخروج بالابطال ضد اتلتيكو مدريد نفس الموسم، من ثم موسم 2016 خلى برشلونه يعطي اتلتيكو مدريد اهميه كبيره تعادل اهميه ريال مدريد، لذلك دائما نشوف برشلونه يجهز المباراه ويحضر لها بشكل ممتاز. النقطه الثانيه ان ضحيه اتلتيكو مدريد او ضحيه ميسي مفضله اتلتيكو مدريد، لذلك تشوف دائما يبدا يسجل او باستثناء الابطال باستثناء الابطال. ناصر، ايضا عندنا الليغا تقريبا حسم الى برشلونه من بعد المباراه الاخيره. الغريب الموضوع انه في اخر 10 سنوات كم؟ ثمانية دوري رقم كبير، واحد لريال مدريد وواحد لاتلتيكو مدريد. تعبون يعني على بايرن يا ظلمة، شنو هذا؟ فيقول لك خليفة يعني غريبة، يقول وتنتقدون الدوري الألماني وهذا الدوري محسوم سلفا. عطني رأيك. طبعا هو لما نقارن نقول بين الدوريين الإسباني والألماني نشوف أنه صح أن المنافس واحد تقريبا اللي هو هني برشلونة هني بايرن، لكن نشوف الفرق الثانية في الدوري الإسباني متواجدة في اليوروبا ليج، متواجده في حتى ممكن ادوار اللي متقدمه في الشامبيونز ليج. لو نقول مثلا ان الفريق الثاني في اسبانيا اللي بعد برشلونه اللي هو ريال مدريد، طبعا نتكلم على المستوى الليغا في اخر 10 سنوات، شوف كم تشامبيونز ماخذ، شوف وين واصل. بالمقابل ايضا الفرق الثانيه اشبيليا، اتلتيكو مدريد ايضا ياخذون اليوروبا ليج ومتواجد. طيب بس بالمقابل برشلونه هم قاعد يفشل، بالمقابل عندك الالماني، نعم. عندك هو البايرن هو كممثل لبرشلونه، نعم. نشوف الفريق الثاني اللي هو دورتموند مره واحده وصل نهائي تشامبيونز، بعدها اختفت الفرق الالمانيه. صحيح. فهني نشوف يعني المقارنه بين الدوريات، صحيح ان البطل واحد يعني هو يعني الكبير، لكن كفرق اكثر المتالقه في الدوري الاسباني. طيب من الثمان مرات كم مره كان في منافسه حقيقيه يوسف؟ اكثر موسم كان في منافسه موسم 2010 مع بلغريني، وموسم 2017 اللي فاز فيه ريال مدريد، ريال مدريد حقق اللقب فرق ثلاث نقاط. موسم 2010 ايضا برشلونه حقق اللقب فرق ثلاث نقاط. مع العلم من افضل مواسم ريال مدريد خلال يمكن ال 20 سنه الاخيره موسم بلغريني، برشلونه فاز بالذهاب والاياب الكلاسيكو. يمكن برشلونه فاز بالذهاب والاياب الكلاسيكو، يعني لو مو فايز، يعني ريال مدريد لو فايز مباراه كلاسيكو ممكن ياخذ الدوري. لذلك اخر، هل هذا ينقص من الدوري الاسباني؟ لا، لان شوف احنا قاعد نشوف مثلا برشلونه قاعد ينافس بطل اوروبا اخر اربع مواسم حقق ثلاث مباريات ريال مدريد، قاعد نشوف اتلتيكو مدريد قوي جدا بدوري ابطال اوروبا. برشلونه يعني قاعد يعطي يعني اهميه كبيره للدوري، عشان شيء قاعد نشوف برشلونه مثلا بدوري ابطال اوروبا قاعد يفشل بالمواسم الاخيره. كان في مواسم سيئه جدا لبرشلونه، مدربين سيئين، انا ما اتكلم عن مدربين سيئين، يعني حقبه سيئه كان يعيشها ومع ذلك كان يحقق 100 نقطه مع تيتو كان نص موسم بالمستشفى، ورورا على قولتكم بالواتساب كان مع ذلك خذ الدوري، وانت بنفسك انت تكتب مرات تغريده. صح، هذه كلمه الواتساب، احنا ما نبي نصالحك زياده. الموسم هذا يقصده خليفه، موسم 2013 اللي كان بدون مدرب، هذا في مواسم انا اصنفها اصنف يعني الموسم هذا اللاعب مثلا 2007 اقول هذا الليغا فانس الروي، نعم. 2013 كانت الليغا الميسي، موسم جبار، سجل بكل الفرق بشكل متتالي، لذلك ميسي الموسم 2013 هو اللي فرق بين برشلونه وريال مدريد. نعم، الحين عندنا نقطة مهمة بما أننا تكلمنا عن مباراة اتلتيكو مدريد وبرشلونة، طرد كوستا، طرد ولا مو طرد؟ والله حسب الصحافة تتكلم وحسب الإعلام يقول أنه سب مباشر للحكم.
زين يستدعي الطرد. اي فدام تلفظ هذا معروف تلفظ طرد على طول. انا اشوف انه طرد لان لو تلاحظ رد فعل مانزانو الحكم يعني على طول كان مو متجه لكوستا لكن تجه بشكل سريع جدا وبشر البطاقه الحمراء بدون اي تردد. هو واضح انه سمع شيء لكن نقطه الاختلاف ان كوستا يقول يعني معنى الحكي انه سب نفسه ما كان يقصد الحكم. لذلك الصحافه الاسبانيه قاعد تتكلم عن طيب هم شفنا دائما سواريز ناصر يعترض على الحكم يعني ويحط راسه براس الحكم ما انطرد. ما ندري شنو قاعد يقول يعني هو حتى طريقته انه يكون تهجم بس ما يندر شنو اللي قاعد يقوله سواريز. ما اذكر انه في حكم حتى كان يقول او يكتب تقريرا انه في شتم من سواريز للحكم يعني حتى كوستا يقول انه سب نفسه تستاهل طرد ليش سب نفسك؟ نفس الشيء يعني. بس في تصريح اتوقع الكوكي يمكن اللي قال ان دائما ضد برشلونه تصير مثل هذا الامور فهل تتوقع ان صدق فعلا كلامه ولا كوك يعني موسم 2014 برشلونه خسر الدوري بطوله كامله النهائي كان نهائي الليغا بين برشلونه واتلتيكو مدريد في الكامنو برشلونه سجل هدف صحيح اللي هو هدف ميسي احتسب تسلل مع ماثي لاهوس اذا كان يتكلم على الامور هذه يعني احنا خسرنا الدوري ما خسرنا ثلاث نقاط يعني هذا كانت يعني مباراه اخيره ما في بعدها تعويض الكوكي تصريح مو المهم في نقطتين مهمين بهذا الطرد النقطة الأولى دي كوستا معروف عنه يعني فالحكم لما يعامل كوستا مو نفس لما يعامل أي لاعب ثاني دائما مترقب طبعًا. إنه يطلع منه ردة فعل. النقطة الثانية والله نطرد خرب المباراة. إي صحيح. كانت صحيح. كان في منافسة كانت مباراة شادة ولكن الطرد قتل المباراة. فاصل ونعود للحديث طبعا عن الدوري الإنجليزي. حياكم الله متابعينا مرة أخرى معانا حاليا نتكلم عن الدوري الإنجليزي البريمير ليج كلاكيت ناصر يمكن المرة الخامسة السادسة العاشرة ليفربول يفوز بنفس الطريقة في آخر الدقائق طبعا الفوز بالدقائق الأخيرة هذا يعني يوضح لنا شخصية ليفربول الكبيرة وعدم استسلامهم لآخر الدقائق أكيد أنك ما راح تقول أنهم ضعاف لا هو صعب أنك تكون ضعاف أنه ممكن مبارتين بس شفنا أنه يعني أكثر فريق في الدوري الإنجليزي من بعد ما تاخر بالنتيجه حصل نقاط وليفربول 16 نقطه فهذا يبين لك ان شخصيه الفريق حيل كبيره واللياقه كبيره وقدروا يلعبون لاخر دقائق وعوده صلاح ايضا شفنا هدف جميل جدا صح حتى شفنا طبعا المعسكر اللي كانوا يروحون له تاثيره بين في نهايه الموسم وهذا الممتاز ومحمد صلاح طبعا يعني خلاص فك النحس يعني اتوقع كان فعلا يحتاج الهدف هذا صحيح. هدف مجهود فردي انا بالنسبه لي هدف اللي سجله صلاح عادي احطه يمكن يعني هدف موسم في ليفربول في كل شيء مثالي في الهجمه المرتده مو لانه طبعا محمد صلاح ليش تبتسم ليش لا كنت بمدح هازن هاتلم بدل ساوثهامبتون موضوعك بعيد فهدف ليفربول شفنا بالبدايه ان شلون كانوا واقفين صح لاعبين ليفربول في المنطقه الدفاعيه وبنفس الوقت بعدين شفنا قتال ماني على الكره استعادها هو اللي قطعها نعم. بعدها شفنا هندرسون عمل هجمه مرتده الى محمد صلاح لاعب سريع انطلق لي وسحب معاه لاعبين ثانيين 35 40 يارد يركض اي وكلهم لاحقينه وقاطها بالزاويه صح. وهدف يعني يعتبر هدف الفوز فهدف توقيته مثالي كل شيء فيه كان مثالي لا تنسى النقطه المهمه تبديل هندرسون دخول هندرسون صنع وسجل شوف بالمباراة لما لعب كيتا وفابينو مع فينالدوم ثلاث الوسط هذا الوسط كنا يعني كجماهير ليفربول يحتاجون كانوا ناطرين هذا الثلاثي انه يبدا من مباريات يعني سابقه يمكن بدايه الموسم لكن في هذه المباراة استانست انه اخيرا هذا الثلاثي لعب لكن في المباراة حسيت انه لا نبي نرجع مره ثانيه نبي هندرسون وميلنر ليش؟ لانهم عرفنا يعني اهميتهم صح. كيتا لاعب وسط هجومي فيترك مساحات شفنا وايد مساحات استغلوها لاعبين ساوثهامبتون في مناطق ليفربول فلما دخل هندرسون وميلنر عدلوا من شكل ليفربول صار يلعب هجمه مرتده وتعبوا وقت ساوثهامبتون فطبعا ليفربول لا زال منافس شرس على الصداره وخطف الصداره ايضا من جديد بعد مباراه مؤجله لمانشستر سيتي لانه كان عنده كاس خليفه حاليا نشوف ان الصراع لا زال مشتعل على الاربع مراكز الاولى يعني فعليا كل اسبوع قاعد نشوف مراكز جديده يونايتد بعد ما كان محافظ على الرابع الى
عدد من الاسابيع حاليا مشكله حتى المؤجله المركز السادس حتى المؤجله ما قوية جدا. رايك بهذه المنافسه؟ والله محمد صراحه يعني حاليا صعب جدا تتوقع المقعد الثالث والرابع صعب جدا تتوقع لسبب الفرق اللي تتنافس على المقاعد هذه جدا مترنحه ما قاعد يعني مو قاعد تشوف فريق مستقر يعني ارسنال الاسبوع اللي طاف كان مستوى ممتاز الاسبوع هذا ارسنال قدم مباراه سيئه جدا امام ايفرتون توتنهام فتره خسر الحين فاز المباراه الجايه عاد مثلا تلاقي يخسر مانشستر دش فتره فراغ الفتره الاخيره فصعب جدا والحين تشيلسي تتوقع متقدم على وستام فصعب جدا تتنبأ باي مركز طيب في نقطه بعد الفرق اللي قاعد تنافس الحين على المركز المراكز المؤهله للابطال الاربعه اللي هي تشيلسي وارسنال وتوتنهام واليونايتد كلها تلعب مباريات اوروبيه سواء بالابطال او بالاوروبا ليج النقطه هذه مهمه جدا انا بالنسبه لي اشوف اي الفريق اللي يطلع من اوروبا من المنافسه الاوروبيه راح تكون حظوظه اكبر سواء انا اشوف ان ارسنال الفريق الوحيد اللي ممكن يعني يفكر بالشامبيونز عن طريق اليورو ليج بس هم مباراه صعبه معنا طيب حتى تشيلسي هم تشيلسي يفكر بهذا الموضوع اي فعلا صح ايضا تشيلسي وارسنال يفكرون بهذا الموضوع عندهم فرصتين للوصول لدوري الابطال بس انا ما اتفق تدري ما اتفق مع يوسف ليش لان كم مباراه اوروبيه موجوده يعني انت لو توصل للنهائي انت راح تلعب خمس مباريات عرفت لو تكلم من بعد المجموعات ومن بعد دور 16 صح راح يكون عندك تراكم اما في الشهرين القادمين لا خاصه بالعكس الشهرين الجايين باليوروبا ليج ممكن ياثر عليك انت ممكن ما تقدر توافق انت تشكيلتك مو قويه طبعا لا ويلعبون خلال اسبوع احنا قاعدين نتكلم عن اربع فرق هي مو نفس ليفربول والسيتي هم ما عندهم مثلا صف ثاني يقدر يعتمد عليه وجاهز وبدني لا انا اتكلم طبعا عن يونايتد وتوتنهام اما الخميس ترى لعبه الخميس هي سيئه بكل النواحي اليونايتد هم الرباعي هذا ممكن يضحي بالمباراه يعني عادي يلعب مثلا اذكر انا توتنهام مع دورتموند هاري كين لعب بس اياب ربع ساعه عشان يتاهلون للتشامبيونز ليج عشان يحافظون المركز الرابع فخسروا من نعم من دورتموند بس فممكن هذا الشيء يصير مع واحد من الفرق طيب هو على العموم حتى لو يعني المباراتين انت فيك لاعبهم لاعب المباراتين القادمتين راح يبقى بعدها كم مباراه ناقصه ثلاث مباريات فقط لا غير نصف نهائي ذهاب واياب ونهائي فانت لاعب المباراتين يعني محمد هنا نتكلم عن الـ الـ الامور النفسيه والمعنويه التركيز لما يكون مصب على هدف واحد انا كتشيلسي او ارسنال فوق لما يكون على اكثر من هدف خاصه النقطه ذكرها ناصر ارسنال ما عنده الصف الثاني او تشيلسي ما عنده الصف الثاني نفس مانشستر سيتي وليفربول توتنهام ممكن عنده يعني دكه اقوى او افضل من الانديه الثانيه لكن بالنسبه لتشيلسي وارسنال انا اشوف اللي يطلع منهم يعني خاصه ارسنال مباراه قويه مع نابولي مباراه مو سهله ابدا انا اشوف اللي اهل من الفريقين يمكن يحقق البطوله لذلك انا اشوف اللي يتاهل اللي يخرج هو راح يتاهل من طبعا هذه وجهه نظر اخونا يوسف طبعا تكلمنا عن البريمير ليج مباراه ليفربول وايضا المقاعد الاربعه الاولى فاصل ونعود الحديث عن الدوري الايطالي حياكم الله متابعينا مرة أخرى نبي نتكلم حاليا عن الكالتشيو الإيطالي وأهم ما بالكالتشيو الإيطالي هو مباراة يوفنتوس وميلان القمة اللي شفناها في الأسبوع هذا شفنا مباراة جميلة جدا شهدت جدل تحكيمي كبير يوفنتوس يهزم ميلان وسط أجواء جدلية كل الكلام كان دار عن التحكيم ما دار عن المباراة رغم وجود الفار شنو المشكلة؟ شوف حمد من ناحيه المباراه اليوفي ما تهمه ثلاث نقاط حتى لو خسر ما كانت تاثر على مستوى الترتيب لكن ميلان تاثر بشكل كبير جدا لانه ينافس على المركز الاوروبي خاصه المنافسين نفس وضع الدوري الانجليزي خاصه المنافسين النقاط بينهم متقاربه جدا موضوع الجدل التحكيمي الغريب مو انه في جدل تحكيمي الغريب اذا مر اسبوع بالدوري الايطالي او الكالتشو ما في جدل تحكيمي صح. الحكام بالكالتشو سيئين بشكل يعني بشكل عام قلنا الفار راح يحل هذا الموضوع مع شو مع موجود الفار انا اشوف انسب حل يعني الحل هذا يعني هو مستحيل لكن ان المباراه القمه يديرون حكام من برا الدوري الايطالي لان اليوم في تعقيب مع الحكم ممكن راح يتوقف الحكم اللي يدار مباراه
ميلان واليوفي، وبنفس الوقت في انديه ثانيه تضررت اللي هي الانتر ونابولي، كل انديه قاعد تتضرر وقاعد نسمع كل اسبوع جدل عن الامور التحكيميه. خليفه، قلنا ان الفار راح يحل هذه المشكله والمشاكل اللي صايره بالدوري الايطالي. في اكثر من نقطه غريبه. النقطه الاولى، ليش على الغالب الاخطاء لصالح يوفنتوس؟ والله محمد شوف، انا بالنسبه لي اشوف ان موضوع اليوفي يعني من بعد الكالتشيوبولي صار شماعة الكل يتكلم فيه. يعني هو صح اخطاء موجوده كل المباريات، كل المباريات في مستفيدين. يعني حتى مثلا قبل فتره شفنا فلورنتينا، امس لاتسيو على سبال، بلنتي هم صحيح، فالمستفيدين عده مو بس اليوفي، لكن دائما اليوفي تنصب عليه العيون. مباراه امس محمد، انا اشوف مباراه يوم السبت، انا اشوف للامانه الميلان حيل انجرف على موضوع اخطاء التحكيميه، لانه قدم مباراه كبيره جدا. يعني ما كان سيء نفس كل مره. خليفه، تونا قبل نطلع اللقاء قاعد نتابع الاخطاء، ايه كانت جريمه. ايه عشان كذا انا اقول لك يعني اخطاء صراحه. انا بالنسبه لي الميلان سرقت من المباراه. اليوفي يعني اليوفي هو قادر على انه يفوز في اي لحظه على ميلان. يعني سرقت المباراه، والى الان ما تبي تقول ان فيها محاباه. لا، هذه المباراه لا، مو محاباه، هذه اخطاء تحكيميه بس مو محاباه. يعني انا مو شرط اني لما اخطئ. شلون في فار؟ شلون مو محاباه؟ اليوم في طلع خبر، اتوقع ايطاليا ميديا سات الصحيفه قاعد تقول ان حكم الفار، يعني هذا الكلام مسرب منهم من غرفه التحكيم، ان حكم الفار ابلغ للحكم ان 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 ان, أن, 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 أن هذا بلنتي، ان بلنتي مال كاستيخ ومع مانزوكيتش، لكن الحكم رفض ان يحتسبه لانه يقول انا شفته بعيني. فهو دائما قرار الحكم هو سيد الموقف ترى، بغض النظر عن الفار. لكن انا اقول لك، لما الحكم يخطئ في مباراه من المباريات، مو شرط انه يحاب الفريق هذا. تأيد هذا الكلام ناصر؟ انا الحين سالت عشان اوقف انت. لا بالعكس، بالعكس انا جدا عادي اقول لك اياها. انا ما اشوف فيها محاباه، المباراه اللي طافت ما اشوف فيها محاباه. يا اخي الميلانيه قاعد يدزوا لي من قبل هذا اللقاء، نمسي عليهم بالخير، منهم فهد العنزي، مسي عليهم بالخير بغلا، قال لي محمد تكفى اليوم يعني لازم قال لازم يعني قلت له يعني مو رايي هذا. ف يعني هم شوف جماهير ميلان يعني قبل طبعا قبل المباراه بعده مواسم ممكن يتهمون محاباه التحكيم اليوفي، بس بعد ما يشوفون المباراه هذه وتصير فيهم بعد مره ثانيه، يمكن اكيد مو اول مره هذه تصير ان يظلمون التحكيمين في ضد اليوفي. فتاكد المعلومه مالتهم ان احنا هم اتوقع انهم يبون ان يشيلون الفكره هذه من بالهم، بس لما يشوفون المباراه بتصير تتكرر مره ثانيه. لو تنتهي الفوز لهم بس راح يتغير الموضوع، بس اليوفي ما معطيهم فرصه. احنا تناقشنا اصلا قبل المباراه السابقه وقلنا ان اليوفي والميلان يعني كانت مباراه قمه ومتحمسين لها، بس قلنا اليوفي ما راح يبدا فيها مجهود ومع ذلك راح يفوز. كنا متوقعين، ولكن ما توقعت صراحه انه راح يكون التحكيم هو العامل الفيصل. حاليا عندنا تقرير عن العنصريه اللي دارجه في هذه الايام في ايطاليا بالتحديد. نشوف هذا التقرير ونرجع للحديث معه. تقرير العنصريه. ضربت المشاكل العنصرية مجدداً في ملاعب كرة القدم، وكالعادة تصدر الكالتشيو الإيطالي عناوين الصحف بعدما شهد ملعب سانتي إليا معقل نادي كالياري حادثة جديدة كان ضحيتها المهاجم الإيطالي الشاب مويس كين. وبدأ النجم الشاب أسمر البشرة المباراة أساسياً وسط صافرات استهجان وشتائم من قبل جمهور الفريق المضيف، إلا أن كين تمكن من الرد عليهم بعد إحرازه هدفاً في نهاية اللقاء. توجه بعده لمدرج الكورفا وأشار لجماهير كالياري بالصمت، إلا أن تصرف اللاعب الشاب لم يعجب حتى زملائه، فقد تلقى كين لوم زميله المدافع المخضرم ليوناردو بونوتشي الذي أوضح أن كين يعتبر ملاماً في هذه المشكلة بالتساوي مع جمهور كالياري. كما أن المدرب أليغري وافق بونوتشي الرأي وقال بأن كين عليه أن ينضج ويعرف كيف يتعامل مع الجماهير. وفي موقف آخر تعرض رحيم ستيرلينغ نجم المنتخب الإنجليزي لذات الموقف في مباراة منتخب بلاده ضد الجبل الأسود
حيث تعرض لهتافات عنصرية رد عليها بتسجيله هاتريك واحتفاله بطريقة أثارت غضب جماهير الخصم. ولعل العديد من اللاعبين سمر البشرة تعرضوا لمثل هذه المواقف من سامويل إيتو مروراً بألفيش وكوليبالي وبالوتيلي. فإلى متى ستستمر هذه الظاهرة في الملاعب الأوروبية؟ حياكم الله متابعينا مرة أخرى. مثل ما شفنا هذا التقرير الخاص بالعنصرية، من أسوأ الأشياء اللي ممكن تشوفها في الملاعب بشكل عام هي الهتافات العنصرية واللي تمس عرق أو فئة أو فئات معينة. الأمانة شيء مؤلم، نحب كرة القدم من جميع الأطياف في جميع العالم، من جميع الجنسيات، من جميع الأشكال والألوان والمشارب والديانات. فشيء مؤلم أن تشوف شريحة وجماعة من المشجعين يهتفون على لاعب بكلام عنصري، شيء مؤلم خليفة، قاعد يتكرر أكثر مرة في الملاعب الأوروبية. وشفنا ردود أفعال جدا صارمة من الاتحاد الدولي أو حتى من المدربين، لدرجة أن بوكاتينيو صرح تصريح وقال يعني العنصرية شيء جدا سيء، وكرة القدم أقل من أن يعني أنا مستعد أترك كرة القدم في سبيل أن ما أتعرض أو أسمع هتافات عنصرية، مع أن كرة القدم هو احترافه وحياته. فتخيل مدى المعاناة اللي يعانونها تجاه العنصرية. والله كلامك كلام تم محمد. هذه للأسف ثقافات موجودة في أغلب أنحاء العالم، وهي منبوذة طبعا عرفيا ومنبوذة حتى شرعا في ديننا الإسلامي. يعني ما في شيء يخليك تتعنصر على جنسية، على لون، على شكل. هذا شيء صراحة يعني جدا يحز بخاطرك إن أنت في 2019 في هذا الأمور لا زالت موجودة. ويعني أنا بالنسبة لي الدوريات الكبيرة الأوروبية ممكن أرحم ترى من دوريات شرق أوروبا. شرق أوروبا ترى في مطاحن ومجازر، في جمهور ينزل على اللاعبين السمر يطق. فصراحة يعني أنا ما ألوم والله ما تويدي يوم صرح تصريح قال أنا المرة الجاية ما أبي ألعب. بس انا اللي شدني يعني شيء واحد، اللي شدني تصريح بنوتشي اللي قال عن مويسكين انه حط اللوم عليه انه هو راح استفزهم. فهذا شغله يعني تشوفها منطقيه. تصريح بنوتشي هذا قمه الغرابه، والكل صار ضده ترى. من هو 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 في شيء من الصحه لو اخذناه احنا منطقيا، في شيء من الصحه، بس مو معقوله انك تحط او مو معقوله ان انسان يتعرض لكثافه عنصريه تبي يكون بافضل حاله من حالاته وهو شاب مراهق. ايه شوف أليجري تبي يطلع مثاليه. لا هو تعرض لها محمد من قبل الهدف، يعني مو من قبل الهدف لما راح يحتفل واستفزهم هو رد عليهم. يعني طبعا شوف أليجري يعني لما يتكلم عن سؤال عن تصريح بنوتشي، يعني شوف هو موقف الحين شوي صعب ان اثنينهم لاعبينه ولازم يدافع عنهم في مؤتمر صحفي. فلما قال عن بنوتشي قال هو هذه فكرته ان لمحاربه العنصريه ان لا تستفزهم. اي لا تستفزهم. هو ما تعرض لهالموقف هذا بنوتشي، فهو برايه انه يقول انه لا ترد عليهم. لكن اللي عصبوا منه اللي تعرضوا حق هذه المواقف مثل ستيرلينج، مثل بلوتيلي، مثل هذول اللاعبين السمر، هم اللي تعرضوا حق الشيء، وهم يشوفون انه لا راي بنوتشي بيختلفون معه، فيشوفون انه بهذه الغرابه. وعجبني تصريح او راي أليجري لما قال انه حاليا في 2019 الكاميرات كم كاميرا في بالملعب، فاللي يهتفون هذه الهتافات نقدر نصيدهم. يقول لما نصيدهم يمنعهم يدخول للملاعب لمدى الحياة، نادر ما يستحقون كرة قدم. مسألة العنصرية مو متعلقة بملعب. عادة جدا أنا أكون مثلا مصور صورة بالإنستغرام حاطها، يجيك واحد من السبك اللي طالع عليك تعليقات عنصرية. فهذا الشغلة للأسف يعني مرض متفشي، مرض متفشي يعني صعب تسيطر عليه. عندهم في أوروبا أتوقع يوسف القوانين جدا صارمة تجاه هذا الموضوع، حتى الاتحاد الأوروبي. فليش ما قدروا الى الان يسيطرون على الموضوع؟ شوف محمد، موضوع يعني موضوع العقوبات تكون عن طريق غرامه و اغلاق مدرج، هذه كلها امور ما شو هنا تمنع العنصريه. افضل حل يكون في خصم نقاط. حتى لو كلف الامر مثل البطولات الاوروبيه، دوري ابطال اوروبا، اليوروبا ليج، حتى يعتبر الفريق اللي تسبب جمهوره بالعنصريه خاصم بالمباراه. هذه افضل الامور. ممكن طيب يروح يدش مع الجمهور الضد واهتف هتافات عنصريه. لا الامور هذه ما يخلوه يدش. طبعا تكلمنا عن موضوع العنصريه وتقرير العنصريه، فاصل ونعود للحديث عن البوندسليغا الدوري الالماني. you
حياكم الله متابعينا معانا مرة أخرى للحديث عن البوندسليغا الدوري الألماني، قمة وناطرينها وقعدنا نعد الأيام وإن قمة حسم الدوري الألماني بالنهاية خمسة. مسوي لنا أكشن بداية الموسم. وذاب إحنا والمباراة هذه اللي راح يصير فيها راح خمسة. والله شوف محمد شيء صراحة يعني أنا كمشجع بافاري وعاشق البوندسليغا شيء للأمانة جدا يضيق أخوك. والله يعني لما تتكلم إن آخر أربع مباريات أو آخر أربع سنوات بالأليانز أرينا بايرن مسجل 20 هدف على دورتموند مع مختلف المدربين. هذا شيء يحز بالخاطر ان هذا هو منافسك الرئيس. وانا اشوف ارجع واقول لك اشوفك العله بالفرقه الالمانيه مو بايرن ميونخ. بايرن ميونخ السنه هذه قمه بالسوء، سيء الى ابعد يعني الى حد بعيد جدا. يعني حتى يوم الاربعاء اللي طاف في عنده لعبه مع بالكاس مع هايدنهايم فجاه درجه ثانيه في أليانز أرينا بايرن غصب فاز 5-4. فشيء يحز بالخاطر ان الفرقه الالمانيه يعني يمكن دورتموند هو الاكثر عمل من الفرق الثانيه، لكن هم ناقصه شغل كبير. بالنسبه للكاس، الكاس بايرن حاليا نصف النهائي راح يلعب مع بريمن. دورتموند لازم دورتموند طلعوا بريمن. والنصف النهائي الثاني لايبزيج مع هامبورغ. طيب طلعوه الحين لو نلاحظ انه طلع من دوري الابطال، اتوقع ان دورتموند يوسف راح يركز تركيز كلي بعد خسارته من توتنهام على الدوري، ولكن اللي شفناه يعني عوده بايرن ميونخ وخساره تاريخيه بخماسيه. شوف محمد بروسيا ما خسر لقب، يعني الفرق الحين نقطه بينهم. عادي جدا بايرن، ما يقطع كلامك بالخير، عادي جدا بايرن ترى المره الجايه. هذا كنت بقول يعني بايرن ميونخ استاذنكم بس لتوضيح نقطه معينه، حاليا رقم البرنامج موجود عندكم بالاسفل، نسعد ونتشرف في مداخلاتكم وفي سماع ارائكم. تفضل. نفس ما ذكرت الفرق نقطه واحده، وبايرن ميونخ مو الفريق اللي يحسسك انه خلاص ضمن اللقب. سيء جدا، عادي جدا الاسبوع القادم بايرن يخسر، بروسيا ينتصر ويتصدر مره ثانيه ويحقق اللقب. انا ما استغرب اذا بروسيا حقق اللقب مو من قوه بروسيا لكن من سوء بايرن ميونخ. من سوء بايرن ميونخ. بس في نقطه اخيره محمد اتكلم عنها بخصوص موضوع كوفيتش. امس كارل هاينز رومانيجا مدير تنفيذ البايرن ميونخ في لقاء مع زديه في المانيا وضح اكثر من شغله، وضح نقطه ان الاداره لا زالت جدا حزينه ومنزعجه من موضوع خروج من الاوروبي من ليفربول، وما كان لازم مستوى يكون كذي على ارضك. في أليانز أرينا هذه النقطه. النقطه الثانيه انه وضح انه ما في منصب في بايرن ميونخ في مأمن. كوفيتش نهايه الموسم راح يتقيم، راح يشوفون انه في 3 أشهر مرت ببدايه الموسم كان فيها مشاكل مع اللاعبين وكان فيها اضطرابات، زائد الشغله الثانيه خروج اوروبي، الشغله الثالثه عدم وجود احترام متبادل بين اللاعبين. يعني حتى قبل فتره وصفهم بالاطفال، فهذه شغله كلها راح تكون يعني تتوقع انه يكون في غربله للفريق خليفه. والله محمد هي رسمي خلاص، يعني خروج روبيري لنهايه الموسم، روبيري روبن طالعين، وفي اكثر من تغييرات بعد راح تصير. بس مساله لازم بايرن ميونخ يعتمد على مدرب غير كوفيتش صراحه. كوفيتش يعني خلاص وصلت المرحله انه لا، يعني مباراه ليفربول ذبحت كل مشجع يشجع بايرن ميونخ ما في طبعا ما في اي شك، ولكن ليفربول افضل منكم مراحل طبعا ما في شك بس لا ملخوص. بس المشكله مو هنا محمد، المشكله انت لما تشوف فريقك يعني بهذا الضعف على ارض مقاد شوتشوته مهما كان صحيح. يعني ما احب واحترامي ليفربول وشجاعته وقوته، لكن مستحيل فريق يضرب هذا. ودش خايف جدا طبعا. كان هذا راي روادنا في موضوع البوندسليغا والدوري الالماني. عندنا التقرير، والتقرير الاهم لليوم والاحداث الاكشن صاير خلال الثلاثه والاربعاء القادمه، الا وهو تقرير دوري ابطال اوروبا. نشوف هذا التقرير ونعود للتعليق عليه. توجه أنظار متابعي كرة القدم حول العالم هذا الأسبوع إلى المواجهات الأربعة في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وتتطلع هذه الفرق لتحقيق الفوز وقطع خطوة نحو النهائي الذي سيستضيفه ملعب واندا متروبوليتانو في مدريد، وحمل الكأس ذات الأذنين خلفاً لريال مدريد بطل النسخ الثلاثة الماضية والذي ودع البطولة من ثمن النهائي. وللعام الثاني على التوالي يتواجه ليفربول وبورتو في دوري الأبطال، حيث يستقبل فريق المدرب الألماني يورغن كلوب الذي فاز باللقب 5 مرات، بورتو الذي حصد البطولة مرتين.
وفي مواجهة إنجليزية خالصة يستقبل توتنهام ضيفه مانشستر سيتي، حيث ستضمن إنجلترا ممثلا رسميا في الدور نصف النهائي من خلال هذه المباراة. من جانب آخر يحل برشلونة الإسباني ضيفا على مانشستر يونايتد في ملعب أولد ترافورد في أول مواجهة تجمع هذين العملاقين منذ 8 أعوام. وأخيرا يحل يوفنتوس ضيفا على أياكس في ملعب يوهان كرويف بالعاصمة الهولندية في مباراة يحوم حولها الشك بشأن مشاركة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. حياكم الله مرة أخرى متابعينا، ضيوفنا ما قدروا يستحملون مع التقرير ودخلوا بنقاشات دوري أبطال أوروبا. خليفة يقول لي ويلك، ناصر يقول بورتو خالصين منه، بس يوسف الى الان ما صرح ولا تصريح ظاهر انه دائما حظه صح، دائما يقول نرد بالملعب ان شاء الله. عموما نتكلم البدايه عن مباراه طبعا ليفربول وبورتو، طبيعي راح نبدا مع ناصر الحسيني. ناصر، هذه المباراه تقريبا انت قلت انها خالصه من اوقعت قرعه فريقك ليفربول ضد بورتو، هل لا زلت تاكد هذا الشيء؟ نعم، تشوف اللي يعطينا الثقة كجماهير ليفربول في تخطي بورتو هو احترام بورتو، يعني فيها تناقض. أنا ما شفت، لا ما فيها تناقض. أنا الحين أوضح لك شنو القصد من الكلام هذا. تفضل. عندما نشوف تصريح مؤتمر صحفي في لكلوب وفان دايك اليوم، يعني قالوا كلام كبير بحق بورتو أنهم ولازم ما يعتمدون على نتيجة الموسم الطاف الخماسية عليهم. طبعًا. أصلاً بورتو مختلف يعني من الموسم. إيه، هم يعني هذه الثقة موجودة في كلوب، موجودة في فان دايك، وحتى ماني قال إن أكبر خطأ ممكن نسويه إن ندش المباراة أو إن متوقعين إن راح نصير نفس الموسم الطاف. فكجماهير يعني إحنا كجماهير لما نشوف هذه العقلية في اللاعبين في المدرب، فهني تزيد الثقة. ففي فرق يعني يعني لما أقول والله أنا واثق من تأهل ليفربول على يعني أمام بورتو، أنا مو لاعب وياهم. ممكن لو كنا لاعب بس بناء على معطيات معينة نفس المعطيات، لو كنا أنا لاعب مثلا في ليفربول ما يسرقوا هالكلام، نفس المعطيات اللي 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 قلت إن ليفربول راح يفوز فيها على بايرن ميونخ كنت واثق. مو بس بايرن، موسم طاف مع السيتي ومع روما. بس ما أشوفك بس النهائي ما تكلم، ما تكلم. لا تبني ناصر، لا تبني على موضوع بايرن بهالموسم نهائيا، يعني أنت الحين كأنك دور 16 أوكي، لأن بايرن لا تبني على المستوى اللي طلع فيه ذهب وياب. لا تبني. لا طبعا اصلا كان زين، اذا لا نبني عليه ليش كنت تقول بايرن راح يتاهل ومسوي تحدي ومش عموما ما علينا. ما يا اخي لا تقلب المواجهه خلاص، ما نبي ندش بالماضي، نبي نتكلم بالحالي. اذا تكلمنا عن بورتو، شنو يقدر يسوي بورتو امام؟ والله محمد، شوف بورتو السنه هذه بالدوري يعني اداء الدفاع جدا ممتاز. سيرجيو كاسيساو مدرب مقدم تهدفه دفاعيه طيبه. بس راح يغيب عنا لاعبين يعني خيارين دفاعيا جدا صعبين، بيبي وهيريرا المكسيكي. فهذين الشغلتين ممكن تاثر حيل. هم عندهم ميليتاو اللي يلعب في كل المراكز يغطي مكان بيبي. بس تبقى مكانه بيبي في هذا وخبرته في هالمباريات، زائد هم وجود هيريرا المكسيكي. يعني بورتو ممكن يعول على موضوع انه يحاول يطلع 1-0 في هالمباراه، وهي عفوا المباراه في الانفيلد اول شيء، بعدين يحاول انه يلعب على المرتدات. ليفربول يبي يحاول انهيها الى اكبر قدر ممكن من الاهداف. طبعا ما في شيء. يورجن كلوب قاعد نشوفها في مداورات بسيطه قاعد تحصل في الدوري، هل تشوف ان ايضا يورجن كلوب حاط لمباراه دوري الابطال القادمه اولويه؟ شوف، بالنسبه لي اتوقع ان كلوب وليفربول بشكل عام كجماهير، نعم، باستثني ناصر ما اعتبر يعطون مباراة الدوري أهمية أكبر من مباراة بورتو، وهذا شيء واضح. مباراة بورتو بشكل عام أنا أتوقع أن بورتو راح يعني يكون ضحية ليفربول القادمة، لكن مو بالسهولة اللي توقعها ليفربول.
اتوقع انه راح يقدم مباراه ممتازه ضد ليفربول بالذهاب والاياب، لكن نفس ما سوى ليون مثلا مع برشلونه مقدم ممكن مباراه، لكن ليفربول عنده ميزه اللي هو ما عنده ولا لاعب ممكن يقريب عند المباراه الاولى او المباراه الثانيه. روبرتسون روبرتسون بورتو عنده غيابات بالذهاب، وممكن عنده غيابات راح تكون، انا متاكد راح تكون عنده غيابات بالذهاب لان عنده لاعبين مهددين. اي نعم، والشيء هذا راح ياثر عليه بشكل كبير. صحيح بدون ادنى شك الكلام اللي قاله يوسف كلام مهم. ننتقل الى مواجهه توتنهام ومانشستر سيتي، تقريبا مواجهه غائبه اعلاميا لان الفريقين قاعد يتواجهون كثير بالدوري. لذلك ناصر اقول لك سيتي راح يحط ضيف على ملعب توتنهام الجديد. شفنا تصريحات مثلا من دي بروين قال نحن ما لنا علاقه في الملعب والامور هذه، تفاصيل كل فريق عنده ملعب وعنده انصار، احنا جايين نبي الفوز. طبعا هذا ثقه في دي بروين مزروعه من بيبي غوارديولا وبين وما يحق له، يعني هو تحسه جندي حتى تصريحاته ايه ما عنده يمين ايه ويحق له، يعني هو يتوقع يلعب مع هم يشوفونه افضل فريق في العالم حاليا. لكن المواجهه انه ما تدري هل هو محظوظ السيتي انه بقى يلعب مع فريق انجليزي ويعرف له ممكن يطوف احسن من فريق اوروبي. يعني انا دائما اشوف ان مشكله السيتي هي دعم جماهيرهم وتأثير ممكن لاعبين حالياً في السيتي في أجواء أوروبية خارج إنجلترا، فهذا ممكن يعني أدفانتج للسيتي إنه يعتبر كان مباراة محلية، لكن في ملعب جديد وشغف جماهيري ممكن تصريحات دي بروين تصير عكسية عليهم. وتوتنهام يعتبر فريق يعني يقدر يتعب السيتي. صح، هذا كله اللي لاحظنا هذه في أكثر مباراة بالدوري أن توتنهام أو السيتي ما يفوز على حتى لو يطوف يعني سهولة. راح يستنزف طاقته راح يأثر عليه. أيضا لو تكلمنا على الجانب الآخر، تكلمنا عن جانب توتنهام، الفريق بدأ بداية جدا رائعة، كان منافس من منافسين الدوري المحلي ومن ثم تراجع بشكل مخيف. لاحظنا أن توتنهام يعني كان في فارق بين مستواه بين الدوري وبين دوري الأبطال، قدم مستوى ملفت قدام بورسيا دورتموند ولكن بالدوري ما كان أداء زين. ف شنو المرحله اللي قاعد يعيشها بوكيتينو؟ هل تتوقع انه قادر انه يقدم شيء في مباراه مثل هذه؟ محمد انا صراحه اشوف موضوع الملعب ممكن تعول عليه، يعني كتوقعات ان توتنهام يقدم مباراه كبيره ممكن، لان انا اقول لك الملعب هذا محمد منتظر من سنين، يتعبوا عليه ويعني حتى يعني كابروا على انفسهم وكلها يعني لا صرف بالسوق، تحمل الظروف تحمل الضغوطات كلها عشان بس هذا الملعب هذا، حتى تكلفته جدا يعني عملاقه. فممكن وجود الجماهير مع وجود الملعب الجديد هذا ممكن يحفزهم. يعني تشوف ان ممكن بوكيتينو يستخدم الملعب امام اللاعبين جداً كحافز جدا بالمقابل حتى فنيا ترى يعني بوكيتينو الامانه تعامله في الشامبيونز ليج من السنه اللي طافت، يعني حتى مباراه اليوفي اللي خسرها طلع منها والسنه هذه بالدور الاول والدور 16 مع دورتموند، التعامل مختلف جدا عن الشامبيونز ليج، يعني تحس المدرب عارف شنو يبي، يعرف يقسم المباراه على اوقات معينه، متى يضغط متى يهاجم متى يدافع. فاشوفها مهمه جدا صعبه على السيتي. الغريب ان مانشستر سيتي لا زال منافس على اربع القاب. يوسف بيبي غوارديولا حاليا ينافس على لقب، خلصه لقب وصل الى النهائي بعد فوزه على برايتون، ولكن لا زال لقب الدوري ولقب دوري الابطال هم الاصعب. هل تتوقع انه راح يقدم افضل صوره في البطولات الاربعه؟ شوف محمد، مانشستر سيتي عنده الامكانيه من ناحيه التشكيل الاساسي او من ناحيه الدكة انه ينافس على الالقاب الاربعه، لكن كل شيء ما في شيء مؤكد، ممكن يحقق الالقاب الاربعه ممكن يخسر الجميع. خساره البريمير ليج او دوري ابطال اوروبا راح تسبب مشكله كبيره لمانشستر سيتي، يعني مو نفس خساره الكاس مثلا. غوارديولا راهن بشكل كبير جدا ووضع كل الحمل على البطولات كامله. صح، يعني تركيزه عنده 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 23 لاعب جاهزين. لا والسنه هذه كان محظوظ ان اصاباته قليله، اصاباته قليله وحتى محظوظ بالقرعه سواء بدوري ابطال اوروبا او لا اسمح لي، القرعه ما في حد يعني نفس السيتي على جميع الاقسام. محظوظ الشيء هذا كاسين والشامبيونز على الكاس الكارلينج الشامبيونز كل شيء هذا توفق فيه، اي شيء هذا توفق فيه التوفيق جزء من اللعبه بدون ادنى مو قرعه شك، التوفيق جزء من اللعب بس مو القرعه، اما كل شيء صار قرعه لعب هو اللي اختار القرعه يستحي يختار الفرقه هذه. اي والله صدق كلفه واحد راح يقول لا مره بحطهم ليفربول مره ثانيه لا. ننتقل الى المواجهه الكبيره والحدث الابرز، اتوقع انها من اهم المباريات خلال اخر 5-6-7 سنين، مواجهه مانشستر يونايتد ضد برشلونه.
نبي نتكلم اول شيء خليفه نبعد عن يوسف خش حماسك شوي مو قادر يصبر حسه بيطلع برا خليفه مان يونايتد حاليا بقياده سولشير يقدم مستوى جيد صح انه تراجع في الشهر الماضي وقاعد يعني قاعد يخسر نقاط في الدوري وقاعد تراجع ولكن بالمجمل لو نظرنا الى ثلاث اربع شهور اللي قدمهم سولشير فهم شهور جدا مميزه رايك في هذه المباراه ونظره سولشير لها راح تكون مختلفه والله محمد المباراة هذه صراحة سولشير إذا وصل مرحلة وقناعة إنه ما يتراجع بالمباراة هذه ويعاملها معاملة أي مباراة أنا أتوقع ممكن يفوز لأن لما ألعب دور المستضعف في المباراة وأقعد أدافع وما أهاجم نهائيا وأحاول أخطفها نفس ما صار مع باريس الياب طبعا هذه المباراة ما صار كل 100 سنة مرة أي فأتوقع راح تكون صعوبة على سولشير لازم يبادر بالهجوم وعنده الزاد اللي يخليه قادر على تسجيل برشلونه للامانه خارج ارضه مو جبار يعني ما اشوف انه بس سهل يعني. سهل الكلام انا بقول سؤال ناصر سهل اتوقع كلام خليفه يعني فرق المستوى كبير بين الفريقين طبعا انت الحين كقول كمشجع ولا بتشوف المباراه اليونايتد امكانيات صح انهم اقل تقول خلي يكون شجاع خلي يهجم ما هذا اللي يبي اصلا لبرشلونه وراح تنقلب عليك يعني هو المطلوب بس ما تبالغ الهجوم طول المباراة لا هو المطلوب ما تبالغ الدفاع في لا في مانشستر يونايتد في مباريات ما يهاجم نهائيا هو ما تبالغ لا بالهجوم ولا بالدفاع انا اشوف كافضل حلول السيناريوهات اللي مطلوبه من سولشاير حتى من مشجعي مانشستر المفروض يكونوا واقعيين شوي انه صح انك انت تدافع صح انه ما عندك مدافعين مثلا اللي هم يعتمد عليهم لكن كخط دفاع يعني في السيناريوهات اللي طافت في مباريات شفناه ان دفاع يونايتد كان ممتاز في المباريات هذه وبعدين هذه مباريات خروج مغلوب يعني انت ما يحتاج تكون والله 10 مباريات مثل الدوري مثلا ممكن ياثر عليك صحيح. لكن بس عندك مبارتين فانت بدال لا تدافع طوال المباراه عندك خطط وتكون مثلا ادوار لبعض اللاعبين في الهجمه المرتده وعندك هذا عندك هذول اللاعبين في فرق مثلا ودي يلعب مرتده بس ما عنده اللاعبين هذول فهذا لا عنده لاعبين راشفورد مارشال عنده ممكن محطه يستخدم لوكاكو بوجبا من افضل اللاعبين اللي بالعالم موجودين للتحول في من الحاله الدفاعيه الهجوميه فانت تقدر تدافع تعتمد على فريقك بنفس الوقت تقدر تلعب هذا المطلوب منك كمانشستر يونايتد صح اتوقع ناصر مسك شوي العصا من النص عكس خليفه اللي كان يبي بعدين فوق هذا لازم دخيه لازم دخيه يكون دخيه لا محمد يعني شوف انا رايي شوف مباراه برشلونه مع اتلتيكو وايد حبطت جماهير مانشستر لان اوبلك صار كل شيء دخية بوفون نوير كل شيء استقبل هدفين فدخية ما إذا كان دخية ممكن أيضا يستقبل هدفين لكن بالنهاية مانشستر مطلوب منه مثل ما قلت لك بس لا تنسى أن بعض الصدات تكون يعني فاصل مهم بالمباراة صح. يعني تصد تنتقل إلى هجمة مرتدة فدخية دائما عودنا على هذه النقطة أنه يكون يعني حاسم يعني حارس حاسم صداته مهمة تنقل الفريق صح. من حالة نفسية إلى حالة أخرى يوسف متفائل متشائم بما أنك مشجع لبرشلونة شوف انا والله بكل الاحوال متفائل لكن مانشستر شنو مشكلته في مشكله بالنسبه لبرشلونه انت لما تواجه مانشستر سيتي مثلا تدري ان الفريق هذا افضل فريق بانجلترا ممكن افضل فريق بالعالم وتلعب على امكانيات الفريق لكن مانشستر يونايتد فريق غير متوقع مع سولشاير قدم بدايه ممتازه من ثم تذبذب المستوى من ثم المستوى يصعد وينزل بالنسبه لي انا فريق غير متوقع ممكن يفاجئنا مستوى سولشاير ممكن يلعب المرتدات ممكن يحتفظ بالكره خاصه برشلونه ما عنده مشكله انه يخسر الكره شفنا قدام اتلتيكو مدريد خسر الكره الشوط الاول وما كان عنده اي مشكله صح. مع فالفيردي لذلك الخطوره ان مانشستر غير متوقع وبشكل عام انا واثق برشلونه راح يقدم مباراه كبيره بكل الاحوال طبعا اذا تكلمنا عن برشلونه يوسف نتكلم عن اهم عامل في برشلونه اهم نقطه في برشلونه الا وهو ليونيل ميسي تابع ليونيل ميسي من بدا مسيرته يمكن ما فوت له الا مباراه مباراتين اتوقع ولا ما فوت له ولا مباراه بشك ما فوت له ولا مباراه فوت له فالسؤال اللي بسالك اياه شلون يقدر يونايتد يوقف لاعب نفس ميسي شوف محمد بدون علم بعيد عن المثاليه مستحيل توقف ميسي مستحيل توقف ميسي شفناه وقف في مراحل كثيره في لاعب وقف مرتين شوف منو شوينشتاين لا شوف مستحيل توقفه لاعب تحط على الغاب الدفاعيه مستحيل افضل حل انك تراقب المساحه اللي تكون يعني تعطيه مساحه زين ويكون في على اكثر من لاعب هذه ممكن تقلل من خطورته لكن انك يعني يتناوبون عليه اللاعبين نفس ما سوى مورينيو مع انتر ميلان مع كل شوي يروح للاعب ومع ريال مدريد لكن انك توقف نهائيا مستحيل ممكن توقف انه ما يصنع ما يسجل
لكن يدير اللعب من وسط الملعب اشوف انه مستحيل. حاليا احنا نتكلم عن برشلونه، وميزه برشلونه حتى لما يكون بضعف حالاته نتكلم عنه كبعبع وفريق مرعب، ولكن تكلمنا عن واقع خليفه هو اخر ثلاث مواسم كلها طالع من دور الثمانيه، فهل هو فريق مرعب ولا ما راح يفك عقب؟ محمد انا اربط مع كلامي قبل شوي، قلت لك ان برشلونه خارج ارضه مو بهذيك القوه، فهذه فرصه ذهبيه لمانشستر يونايتد. برشلونه ممكن الميزه اللي تميزه عن مانشستر هذا المباراه انه هو عنده تنوع في عمليه تسجيل الاهداف، يعني مثلا شفت مباراه اتلتيكو شلون كانت مسكره، طلع لك سواريز بهدف، عندك ميسي تتوقع منك كل شيء عادي جدا مثلا من كرات عاليه، برشلونه السنه هذه يعني ممتاز في الكرات العاليه، ففي تنوع بتسجيل الاهداف عكس مانشستر يونايتد اللي تلاقي كل العرضيات عرضيات عرضيات، فهذا هنا الاختلاف محمد. يعني اللي اشوفه يعني ما اشوف انه صراحه برشلونه فارق جدا في هذا المباراه اللي بأولد ترافورد، في امكانيه ان مانشستر يعبر فيها. تاريخيا برشلونه ما فاز مع مانشستر، يعني هذا حافز كبير ممكن يلعبه سولشاير واللاعبين. لا تنسى الجمهور ولا مانشستر الحدث. انت رايك محمد شنو؟ المباراه هذه اي بس احنا لو تكلمنا عن برشلونه في الذهاب وياب هو مختلف، يعني يونايتد اخر مواجهتين كانت في النهائي، معروف ان برشلونه وريال مدريد مختلفين في النهائي تماما. النقطه اللي هم بنتكلم عنها ناصر اللي هي ليونيل ميسي، لاعب من 2013 ما سجل ولا هدف في دور الثمانية، هل هذه الإحصائية لها تأثير في دور ربع النهائي؟ طبعا انا اشوف انه صدفة انه في هذا الدور انه هو ما سجل، يعني اذا جته فرصة ما راح يفوتها. يعني هو يمكن لو حط بباله يعني الحين ممكن ركزوا عليه، ترى انت مثل مع تشيلسي، انا انت ما سجلت على تشيلسي ما سجلت على بيتر تشيك ويسجل بالنهاية يسجل. صح. فهالمرة أنت إذا حصل له فاول ولا حصلت له أكيد. شوف محمد. طبيعي إنه ما راح يطوف هذا الفرصة. النقطة هذه ميسي في فرق مثلاً يكون ميسي سيء بالدوار اللي لعبها دور الثمانية السنوات الماضية أو ما سجل وصنع. أعطيك مثال مباراة اليوفي الخسارة برشلونة ملعب الخسارة برشلونة بتوريني 3-0 سجل ديبال الهدف الأول. ميسي صنع مو فرصة صنع هدف لنيستا انفراد ضيع نيستا. ما ضيع صد بوفن لا ضيع انا اقول ضيع لان الفرصه سهله جدا بوفن ما تعب فيها. الشوط الثاني هجمه اعطى انفراد لسواريز زين ضيع سواريز رجعت مرتده وسجل ديبالا الثاني. ميسي ما يكون سيء ممكن ما يسجل شيء طبيعي، ميسي مثلا تكون عليه رقابه اكثر من لاعب يبني لك اللعب من الخلف بس دائما يصنع فارق يصنع ما هو يكون شوف يكون بس مباراه روما الاياب كان يعني الظهر باسوء مستوى طاحت عنده كره بالستة ياردة وضيعها. محمد صدفه ممكن تكون مثلا اللاعب مو بيومه بالمباراه هذه يحتاج لما يكون ميسي بيومه شلون بقيه اللاعبين. المشكله ميسي لما ينزل مستواه ما في احد، والعمليه عكسيه يعني مثلا برشلونه يكون طايح اللي يرفع مستواه ميسي والعكس. اخر سؤال انا ودي اسال عن موضوع برشلونه لك، في بدايه الموسم لو سويت تصويت وقلت تتمنى رحيل فالفيردي، اتوقع التصويت راح يكون 95% كبرشلونيه راح يتمنى رحيل فالفيردي وقدوم مدرب اخر. اتوقع لو سويت التصويت حاليا يمكن العكس راح يصير، 90% يتمنون بقاء في ناس كثير طبعا على رايهم، بس حاليا لا زال منافس على الثلاث بطولات واصل النهائي حسم الدوري وعنده دوري الابطال حتى موسم يطاف سوت شيء دي. اتوقع شوف محمد بالنسبه لفالفيردي برشلونه يعني الاغلبيه مع الاسف ظالمينه، لان حتى علاقته بغرفه الملابس واللاعبين يعني انا اول مره اشوف يعني مدرب برشلونه الجميع يمدحه كلاعبين سواريز كل مباراه بيكي ميسي اكثر من مره واكثر من تصريح يمدح المدرب وعمل المدرب. جمهور برشلونه مو راضي يقتنع ان التشكيله اللي عنده الحاليه خاصه الاساسيه وخاصه مصر الملعب ما فيها نيسا وتشافي. صح. يعني كان يقولون قبل مثلا برشلونه ممتع لان عندك ميسي وتشافي، الحين عندك انت راكيتش اللاعب يختلف نوعيه اللاعب تختلف، انت ما تدور متعب بكل المباريات. انا بالنسبه لي يهمني حاليا ان برشلونه يحقق البطولات، لان ادري هذه اخر ايام يعني اخر مواسم ميسي. موسم 2017 انا راح اطول بالنقطه هذه، موسم 2017 مع لويس انريكي برشلونه كان يفكر يضم عثمان ديمبلي كبديل نيمار مع تواجد نيمار، كان يفكر يتعاقد مع كوتينيو. انتهى الموسم خرج نيمار، برشلونه تعاقد مع ديمبلي باخر فتره واصيب اول موسم وما تعاقد مع كوتينيو. فالفيردي هو اللي قاد برشلونه للنجاح محليا، خساره روما هي اللي اسقطت فالفيردي من عيون الناس. صحيح. حق ثنائيه يعني صدق ثنائيه بس كانت الخساره، احنا دائما تكلمنا عن هذه الخساره طريقه الخساره اي طريقه الخساره كانت جدا مزعجه لجماهير طبعا برشلونه. عندنا المباراه الاخيره اللي هي مباراه يوفنتوس واياكس، يعني يوفنتوس اكيد انه في مباراه اتلتيكو مدريد قدم ملحمه كرويه ومن ثم تاهل. هذه المباراه ناصر اذا تكلمنا عن مواجهه يوم الاربعاء هل هي خطره على اليوفنتوس ولا تشوفها بالمتناول؟
طبعا خطر على اليوفي لازم يعني فرض احترام اياكس كفريق كلاعبين كفكر بالملعب كارث اللي هم كانوا ماخذينه من كرويف. نعم. ف واخرجوا ريال مدريد يعني بالنهايه هم ما راح يقولون ما راح يفكرون ممكن اليوفي انه والله ريال مدريد مع سولاري كان ما هو ريال مدريد، لا راح يشوفون انه اخرج ريال مدريد اللي هو حامل لقب ثلاث مواسم متتاليه، فراح يشوفون راح يركزون على ان هذا الفريق خطر، بيشوفون نقاط القوه فيه، نقاط الضعف ممكن هو فيه يعني في الدفاع. كريستيانو سبق وسجل هاتريك عليهم، فشوف ان قوه كريستيانو واليوفي اللي هي المباراه اللي طافت والقادمه اهل اليوفي راح نشوفها مره ثانيه مع اياكس. خليفه لو نظرنا الى اياكس، فريق كان جدا رائع، قدم مباراتين من اجمل ما يكون شفنا فيها الكمال الكروي، شلون أليجري يقدر يتعامل مع هؤلاء الشباب المتحمسين المدافعين اللي حافظين بعض الملعب؟ محمد، اياكس وصل مرحله حاليا انه بدا يحلم بالثلاثيه، يعني امس قال تصريح الحكيم زياش يقول انه خلاص يعني احنا شنو اللي يمنعنا نحقق ثلاثيه. نفس الشيء المدرب الرياضي مارك اوفرماس يقول انه احنا طلعنا ريال مدريد وعلى ارضه، شنو المانع ان نطلع اليوفي؟ فخلاص الحين اللاعبين نفسهم صار عندهم حلم انهم يكملون، لانهم عارفين ان الموسم هذا ممكن ما يتكرر المستقبل. يمكن ما يدري كريستيانو راح حق اليوفي طلع مدريد مع رونالدو. بس أليجري يعني اتوقع خير من يتعامل مع المد الهجومي، خير من يتعامل مع الكرات المرتده. نعم. المباراه راح تكون صعبه بلا شك يعني على اليوفي، لكن اتوقع عبر اليوفي. زين، انا ودي طبعا قبل لا ننتقل الى تقرير ترند ودي اسالكم عن توقعاتكم لهذه المواجهه. بدايه مانشستر برشلونه المتاهل خليفه. برشلونه مانشستر. ليش تضحكون؟ ما ضحكنا والله، بالعكس. يوفنتوس اياكس. يوفي. اليوفي. يوفي. اياكس. لازم في واحد شاطح في الموضوع. بورتو ليفربول. 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 بورتو. انا ما ابي اقول، كنت بقول ليفربول بس الامانه خلاني اقول بورتو لازم. بعدين صار بنا. سيتي توتنهام. 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 سيتي. ايضا. بيب جوارديولا. بيب جوارديولا اتوقع السيتي. نسينا ترى الرباعي هذيل لما يتأهلون راح تصير. نعم. انا بالنسبه لي ما في مفاجات. اي غير رباعي راح تصير مفاجاه. حاليا عندنا فقره ترند وابرز ما حدث في السوشيال ميديا في الايام السابقه. نشوف هذا التقرير ومن ثم نعود للتعليق عليه. نشكر الأخوة بالإعداد على هذا التقرير الرائع والمميز حول أبرز ما حدث في السوشيال ميديا في الأيام السابقة. طبعا نعتذر عن السادة المشاهدين عن عدم استقبال الاتصالات بسبب ضيق الوقت وكثرة المحاور. شكرا يوسف العلي، نورتنا وشرفتنا. حبيب قلبي، سعيد جدا متواجد معاكم. نعم. وشاركون فالخير للبرشلونة وبورتو. شكرا ناصر حسيني محلل قناة كويت سبورت. مشكور، وإن شاء الله قدمنا حلقة ممتعة للمتابعين. وقواكم الله. شكرا خليفة. الله يعطيك العافية محمد. يعني. والله يعطيكم العافية على مشاهدة طيبة. نشكركم مشاهدين على متابعتنا خلال ساعة كاملة في استوديو الجماهير. نشكر الأخوة كلهم في الطاقم الفني على العمل الكبير اللي يقومون فيه، وعلى رأسهم المخرج أيضا جمال العزمي أبو حامد. على أمل أن نشوفكم الاثنين القادم في استوديو الجماهير. فمان الله.